ماما انت ايه رايك في فريد؟ ترجعي تقابليه تاني؟ لا اصل هو عرض عليا الجواز. انا قلبي كان حاسس. ايوه ما قلتليش برضو رايك ايه. ده بقول لك يا زهره ما تزعليش مني بصراحه كده، انا خايفه يكون طمعان في فلوسك. وليه ما يكونش طمعان فيا انا؟ انا خلاص دلوقتي كل راجل بيقرب مني بقى طمعان في فلوسي مش فيا. يا بنتي انت فاهمه كويس، الناس دلوقتي كل تفكيرها في الفلوس. طب ايه رايك بس الكل ان هو ساب خطيبته عشان خاطري كده؟ طب هو ده يخوفني اكتر بقى. هو انت مش فاهمه، هو اصلا كان بيحبني من زمان مع ايام كنت ممرضه في المستشفى وغلبانه، بس ماجد بقى الله يرحمه لما قرب مني يعني هو بعد. يا بنتي فكري كويس، اعملي معروف. بصراحه كده انا كنت طمعانه ليكي في واحد زي الحاج فرج، كان بيخاف عليكي وبيحبك وانت فقيره. والله يرحمه ماجد، الشهاده لله، كان عنده عزه نفس وعمره ما بص لفلوسك. يا اهلا يا زهر. الحمد لله على السلامه يا فوزي. الله يسلمك. ها عملت ايه؟ صفيت الشغل هناك؟ عملت لك يا ستي احلى تصفيه ممكن تحصل، واديت الموظفين مكافئاتهم وخليتهم كلهم مرضيين وبيدعوا لك. كتر خيرك يا فوزي. انا كمان خلاص اخدت مقر الشركه بتاعتي الجديده، كلها كام يوم كده وهسافر بقى على سوريا ولبنان اعمل طلبات الياميش هناك. انا علاقتي بيهم كويسه حتى في تركيا. انت خلاص نويتي تشتغلي في الصنف ده وبس؟ لا طبعا يا فوزي، انا نفسي اعمل اكبر سلسله سوبر ماركت في الشرق الاوسط، عشان كده ناويه اسافر فرنسا وهولندا. عارفه نفسي في ايه كمان يا زهره؟ نفسك في ايه يا فوزي؟ نفسي تغير اللون الاسود اللي انت لابساه ده بقى وتفرحي بنفسك وبالحياه شويه. تفتكر اقدر؟ اهلا 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 يا استاذ منتصر، اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الف الف مبروك. الحقيقه انا شفت الاعلان بتاع التلفزيون، بسم الله ما شاء الله حاجه تجنن. الله يبارك فيك كتر خيرك. لا بالمناسبه مدام زهره، السنتر بتاع الهدوم اللي كان عندكم في الحته يا ترى لسه موجود؟ اه طبعا كل حاجه لسه موجوده، السوبر ماركت والسنتر والاغذيه كمان. عموما لو فكرتي تبيعي يعني انا عندي مشتري هايل. مشتري؟ انت عارف يا استاذ منتصر الحاجات دي كلها بتاعت ماجد ابني، ما فكرش في يوم من الايام ابدا ان انا ابيعها. عموما يا هانم لو فكرتي انا موجود. الله يبارك فيك فوزي. يا اهلا يا استاذ منتصر، اتفضل بقى افرجك على الجبنه اللي احنا بنستوردها. جبنه؟ اه اسطنبولي بالفلفل صاحي كده بيلعب في العلبه. اتفضل اتفضل، ده كلها حاجات حلال ما شاء الله يعني. اتفضل. تعالى يا فوزي انا عايزك. تحت امرك يا مدام زهر. انا عاوزاك يا فوزي القايمة الجاية تفرغ نفسك تماما للشغل معايا، وسيب مكتبك بقى لاي حد يديهولك. وعلى فكرة انا هديك المرتب اللي انت عاوزه. مرتب؟ مرتب ايه وفلوس ايه اللي انت بتتكلمي فيها يا زهر؟ انا عمري ما فكرت في فلوس وانا بعمل لك اي حاجة. انا عارفة يا فوزي، بس الشغل ما فيهوش مجاملات. يا ست اعتبريني بشتغل عندك من دلوقتي وواخد مرتبي كله مقدم. يبقى خلاص مبروك عليك، بقيت من النهارده مدير عام الشركه بتاعتي ومسؤول عن كل كبيره وصغيره فيها. انت ما تتصوريش قد ايه يا زهر انا ببقى في قمه سعادتي من مجرد ثقتك فيا. انت انسان محترم تستاهل كل خير، انا طول عمري بثق فيك عشان كده باخد رايك في كل حاجه بعملها. وانا تحت امرك. بالمناسبه دي بقى انا عايز اسالك سؤال بس تجاوب عليا بمنتهى الصراحه ومنتهى الوضوح. اتفضل. انت ايه رايك في فريد؟ فريد؟ فريد مين؟ فريد شوقي؟ لا مش فريد شوقي، الباشمهندس فريد صاحب ماجد الله يرحمه. رأيي فيه من ناحية ايه بالظبط يعني؟ اصل بصراحة ما خبيش عليك يا فوزي، انا الايام اللي فاتت دي حسيت بوحدة جامدة جدا، حاسة ان انا محتاجة راجل جنبية،
يمكن عشان ماجد الله يرحمه كان كل حاجه في حياتي. لو محتاجه راجل يا زهره يقف جنبك بجد انا موجود اهو. لا انا ما اقصدش في الشغل، انا اقصد في الجواز. وانا اقصد في الجواز يا زهره. سكتي ليه؟ عمرك ما فكرت اكون جوزك؟ بصراحه لا، يعني اصل انت مش انا فاهم. خلاص فهمت من غير ما تقولي ولا تبرر. انا عارف عشان انت ما شاء الله يعني طويله وفرعه وانا هبقى جنبك قصير واجيب لك بقى الحاجات اللي تقع منك وكده. خلاص يا ستي لغينا فكره الجواز. انا الظاهر عليا مكتوب ان انا ابقى جنبك او بشتغل عندك وبس. اوعى تقول كده يا فوزي. انا طول عمري بحبك زي اخويا ويمكن كمان اكتر من اخويا خليل. انت طول عمرك واقف جنبي وبتحبني وبتخاف على مصلحتي. اخويا من لحمي ودمي، عمره ما خاف عليا. كل اللي بيفكر فيه هياخد مني قد ايه ويطلع يجري. صدقيني يا زهره انا فكرت 100 مره قبل ما افتحك في موضوع زي ده، بس من خوفي عليكي وحسيت ان انت فعلا محتاجه راجل يقف جنبك وياخد باله منك، ده اللي جرأني وخلاني اقول لك. انت مش مقدره وضعك دلوقتي يا زهره بقى عامل ازاي بعد المكان اللي بقيتي فيها والثروه اللي انت جمعتيها دي، خليتك مطمع لناس كتير وما تضمنيش ممكن يعملوا معاك ايه. انت عندك حق في كل كلمه قلتها يا فوزي. انت كنت لازم تقول لي كده عشان بتحبني وتخاف على مصلحتي. انا هقول لك حاجه، انا بحب الناس كلها وبحب اقف جنبهم واساعدهم، بس ده مش معناه ان انا ساذكه ولا هبله. لا انا بفهم في الناس كويس قوي يا فوزي، من كتر ما عاشرتهم وشفت في الدنيا ديت. بعرف كويس قوي اللي بيقرب مني عشان مصلحته ولا عشان بيحبني، ومش محتاجه كمان اتكلم معاهم. تقدر تقول كده بشمهم، ممكن ابص في عينيهم فاعرف كل حاجه. يعني اطمن عليك يا زهرة. اطمن يا فوزي، انا مش هتجوز تاني خالص غير الانسان اللي انا عايزاه، وهو كمان يكون عايزني وبيحبني. بيحبني انا، مش بيحب فلوسي. الزهرة يا حاج انها هتصفي شغلها في لبنان وهتستقر هنا في مصر. فتح الشركة كويسة؟ الا كويسة، كويسة قوي يا حاج. طب ده انا في حفلة الافتتاح تقريبا شفت كل رجال الاعمال اللي في البلد. دي جايبه شويه جبن يا حاج، لذيذه بشكل. الست دي يا حاج مخها كويس وبتعرف تفكر من اين تؤكل الكتف. انت هتقول لي دي تربيتي، انما هي عامله ايه؟ مبسوطه؟ لسه لابسه الاسود يا حاج. للدرجه دي كانت بتحب ماجد؟ والا ما كانتش زعلت عليه بالشكل ده. يعني انا لا قدر الله لو كان جرالي حاجه كانت هتزعل عليا قوي كده؟ بعد الشر عنك يا حاج، وانت برضه ما يتزعلش عليك. والله منتصر انا اللي زعلان على حالي، وكنتش افتكر ابدا ان يوم ربنا يرزقني العيل اللي بترجام الدنيا تيجي مره وتحرمني منه. تزعليش مني بصراحة كده، أنا خايفة يكون طمعان في فلوسك. وليه ما يكونش طمعان فيا أنا؟ أنا خلاص دلوقتي كل راجل بيقرب مني بقى طمعان في فلوسي مش فيا؟ يا بنتي أنتي فاهمة كويس، الناس دلوقتي كل تفكيرها في الفلوس. يا بنتي فكري كويس، اعملي معروف. بصراحة كده أنا كنت طمعانة ليكي في واحد زي الحاج فرج، كان بيخاف عليكي وبيحبك وأنتي فقيرة. والله يرحمه ماجد، الشهادة لله، كان عنده عزة نفس وعمره ما بص لفلوسك. ازاي يا استاذ اسود سيب ده يحصل؟ يعني ايه محامي الحاج فرج يلغي الشد ويجدد الاستئناف؟ امال انت كنت نايم فين يا متر؟ والفلوس اللي عبضها دي ايه يعني؟ راجل ملعون وخدعني،
رغم اني وثقت فيه. ده ايامها كنت بروح المحكمه كل يوم عشان اطمن انه ما غشناش ولا ضحك علينا وراح يلغي الشطب لحد اليوم الاخير من مهله. لكن للاسف عرف ينيمني ويضحك عليا، وقبل خزنه ما تقفل بدقايق راح هو يجدد الاستئناف. راجل سيف الواطي، لكن على العموم مطمن. ما تقلقش، اللي زي ده انا اعرف ازاي اقف قصاده. اهلا اهلا يا باشمهندس. الحمد لله، المدام مستنياك. ماشي. ايه ايه، تعالى هنا، رايح فين؟ ايه هو ايه اللي رايح فين؟ رايح اشوف شغلي. المدام مشغوله. اللي مشغوله ليه؟ في ايه؟ العريس الرابع عندها. ايه العريس الرابع ده كمان؟ وده مين ده؟ بذمتك انت كاتم اسرارها وما تعرفش؟ طب افرض يا فريد ان انا وافقت ان انت تتجوزني، بس لازم تشتغل معايا في الشركه هنا. طبعا لا. ليه طبعا لا؟ يعني عمري ما تخيلت ان انا ممكن اتجوز واحده واشتغل عندها. عادي، مفيش فرق بين الراجل ومراته. لا طبعا في فرق. انا اتربيت في اسره مصريه اصيله، والدي الله يرحمه هو اللي كان بيصرف على والدتي، ولحد دلوقتي عايشه في خيره. ابويا الله يرحمه قال لي قبل ما يموت، فريد يا ابني الراجل اللي مراته تصرف عليه ده يبقى مش راجل. بس انت مش هتشتغل لله يعني؟ هتتعب، هتاخد المقابل زي ما تشتغل في اي مكان بره. ايوه بس انا يعني ما بفهمش في شغلك. انا كل اللي بفهم فيه هندسه الطيران، بحبها جدا عشان كده درستها وتفوقت فيها كمان. بعدين يعني انت تتصوريش انا في شغلي واخد وضعي ازاي. طب افرض ان انا اصريت عشان تتجوزني لازم تشتغل معايا، هتعمل ايه؟ للاسف ساعتها الموقف هيكون صعب جدا. حتى لو بتحبني؟ الحب حاجه وكرامه الزوج حاجه تانية خالص يا مدام زهر. يعني انت مصر على موقفك؟ للاسف مصر جدا. بس ما تصوريش هكون حزين قد ايه لو ما قدرتش اتجوزك. عيبك اللي بيحصل ده يا نوال، يعني دي حلوا القضيه الفلسطينيه جوه، ده زمانهم خلصوا كلام الحب كله. ومين قال لك يا ابني ان كلام الحب بيخلص؟ ده كل حاجه في الدنيا بتخلص الا الكلام في الحب. لا يا شيخ، وانت جربتيها يا اخت مادونا؟ يا خساره ما لحقتش. ومش هتلحقي. ازيك يا فوز؟ معلش انا اسف يعني لو كنت عطلتك. لا لا يا باشمهندس، يا عم انت معطلنا على طول. ربنا يوفقك بسرعه يا سيدي. معلش يا باشمهندس ما تزعلش منه، هو كده كلامه زي الدبش. انت مالك انت يا اساسا؟ قرف. يعني محامي فرج قطش مننا ال 100,000 جنيه وضحك علينا، مش كده؟ اكيد متفق مع فرج. فرج ما يهموش الفلوس. فرج عايز ينتصر عليا وبس. ده دليل انه مش هيسكت وناوي يخوض المعركة لآخرها. أنا ما يهمنيش. أنا معايا حكم من المحكمة. لكن هو لحد دلوقتي ما هوش أي حكم من المحكمة. يا ست، الحكم اللي أنت واخداه من المحكمة ده كان حكم ابتدائي، ومحامي فرج استأنفه، والاستئناف ما اتفصلش فيه. يعني كان موقف الاستئناف لحد ما ياخد براءة. طب افرض بقى إنه ما خدش براءة. هيبقى لسه في مشكلة. لأن جوازك قبل الاستئناف ما يخلص يعتبر باطل قانونا. جرى يا فوزي؟ أنت معايا ولا عليا؟ بلاش تهويني في شغل القانون بتاعكوا ده. أنا اللي أعرفه إن أنا اتجوزت بعد ما مسكت حكم الطلاق في إيديا. الباقي ده بقى ملياش فيه. ماما رح اتجوز فريد، فكرت كويس؟
انا قعدت معاه وبعد ما عاصرته عرفت ان هو بيحبني جدا ومش طمعت في ثروتي خالص، وكمان حسيت ان هو الراجل الوحيد اللي هيعوضني يا ماجد الله يرحمه. والله يا بنتي دي حياتك وانت حره فيها. اطمني يا ماما، انا كل اللي بتمناه لك السعاده والستر. وهتعيشوا هنا في البيت في الفيلا؟ لا، ما هو فريد عنده فيلا. فيلا امه؟ لا لا لا، هو اشترى فيلا من شهرين جديده. انا حتى عرضت عليه ان احنا نعيش مع بعض هنا، هو رفض خالص ان احنا نقعد في اي حاجه من املاكي. ايه رايك؟ انت مش عايز نزعل ازاي؟ ازاي ابني الوحيد يتجوز كده بالشكل ده؟ انا مش فاهمه ليه ده كله. يا ماما في ظروف قهريه قلت لك. ظروف ايه اللي تمنعني ان انا افرح بابني الوحيد بس؟ العروسه في حاله حداد. حاله حداد؟ ولما هي في حاله حداد راحت تتجوز ليه؟ ويا ريتها حزينه على امها ولا ابوها ولا اخوها. لا دي حزينه على جوزها اللي مات. انا مش عارفه يا فريد انت راضي ازاي بالوضع ده. عشان انت مخلفه نطر، ابنك نطر. عايز نعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ تعمل زي الناس كلها ما بتعمل، تعمل فرح وتتجوز زي الناس يا ابني. يا ماما ما صدقت انها وافقت. هروح انا اقول لها ناجل؟ ممكن تغير رايها. تغير رايها يعني ايه؟ ازاي ابني الوحيد يتجوز من غير فرح؟ ولازم تعرف ان انت ابني، فاهم يعني ايه؟ وده حلم عمري اللي انا كنت بتمناه طول عمري ان افرح بيك يا ابني. هو في ايه؟ انت عايز تموتني بحصيتي يا اخي؟ الله ما تفرح. اقول لك على حاجه تحزمي وارقصي. عايزين اعمل لك ايه يعني؟ اتحزم وارقص؟ حرام عليك يا اخي. عايز افرح بيك زي بقيه الناس واعزم قرايبنا وجيراننا. ولازم تعرف ان انا مش راضيه بالوضع ده يا ابني ابدا. لما انت كده في الاول امال بعد كده هتبقى ايه؟ بس بعد كده هبقى ايه؟ ده انا بعد كده هعمل عمايل محدش يتخيلها. واخبار الشغل ايه؟ كل حاجه ماشيه تمام يا حاج حسب تعليمات سعادتك. يعني الشغل ماشي زي ما كان زهره مدوراه؟ الحمد لله يا حاج ماشي زي الفل. ان شاء الله السنه دي المجموعه هتعمل ارباح كويسه قوي. واخبار الست هانم ايه؟ مش ناويه تتجوز تاني؟ الله يعلمك علمك يا حاج. وكنت يعني شامم اخبار كده من الناحيه دي. خليك صاحي يا منتصر، انا عاوز اخرج عليها حره، مش عاوز ابني حد غيري يربيه. اطمن يا حاج انا متابع كل اخبارها. الله الله، على فين العزم بقى ان شاء الله؟ رايح كاتب كتاب اختي. نعم؟ وما قلتليش ليه يا خان اختك هتتجوز؟ ما كنتش اعرف، كان النهارده الصبح بس قالولي. ولما اختك هتتجوز وحكايه كبيره زي دي ما تقوليش ولا انت مش مستعنيني؟ يا بنتي بقى فضك من اللي في دماغك ده. ايه مستعنيني ومش مستعنيني؟ هو الحكايه بس جت كده على كم وجه السرعه يعني. طب يا خليل يا حبيبي، مش واجب برضه تقولي تعالي معايا يا بدبد ولا انا مش معزومه؟ لا الموضوع ضيق كده عائلي. نعم يا روح امك. عائلي ده ايه؟ هو انا مش مراتك ولا عروسه ولا ما اشبهش اللي هي عزباهم؟ وبعدين امك واختك ما عزموش ابويا وامي ليه؟ الله، ما انت عارفه امي ما بتطقش لابوكي ولا امك. وانت يا بني الموافق على الكلام ده؟ انت القميص اتكسر اللي راح بيه كاتب الكتاب. بعدين كل واحد حر في تصرفه. وبعدين امي مش طايقه امك، فاكره؟ بسبب ان امك راحت قالت شفتوا بنتكوا زهره عايزه تخطف جوز الحانوتي، فاكره مش فاكره؟ وانا مالي ومال الحواديت دي؟ انا ايه علاقتي بالحكايه دي؟ انا مراتك يبقى اجي معاك على الفرح على طول، فاهم ولا لا؟ ولا انت عايز تروح الفرح وتملى كرشه؟ كرشي اكل اكل اكل، انت على طول كده همك على بطنك. اسم الله، امال انت رايح الفرح ليه يا الدلع عادي؟ مش عشان تاكل وتملى بطنك؟ لا مش هملى بطني، رايح بصفتي اخوها الكبير وكلها هشهد على كتب الكتاب يعني. خلاص، وانا كمان رايح الفرح بصفتي مرات اخوها الكبير وكلها يعني. بقولك ايه، رجلي على رجلك بدل ما خليك تطلع من هنا على خشبه. اطلع على خشبه؟ عاوزه تنفع ابوكي بديعه. ما تخلينيش اخسر اختي، ممكن تمنع عني مرتبي. وبعدين زي ما فهمتك ده كاتب كتاب مش فرح. ايوه يلا شغل اللوع والكهن بتاع امك واختك. خليل بالادب كده يا اخويا، رجلي على رجلك واللي يحصل يحصل. الحمد لله. ايوه الحمد لله. سبحان الله. الحمد لله. سبحان الله. اتفضل يا مولانا اتفضل.
سبحان الله. الحمد لله. مبروك يا عروسة. يا عم جربت تطلق. العروسة جنبك اهي، اهي اختي حبيبتي اهي. اتفضل بص. اين العروسة؟ العروسة اهي اهي. اتفضل يلا خلص. البقاء لله يا بنتي. والدك ولا والدتي؟ يا عم انت هتفول علينا ليه؟ الله، ما تخلص السبوة بتاعتك عشان نتوكل على الله. طيب اين العريس؟ العريس جنبك اهو يا سيدنا. انت العريس؟ يا عم ركز بقى، ما انا مرزي جنبك من الصبح اهو. وانت العروس؟ هل اوفيت العدة؟ اين الاوراق؟ الاوراق هي يا عم الشيخ. العريس هو اللي قاعد جنبك. ايه الجوه مستني الاسود اللي هي لابساه؟ النبي يا اختي كلمتها كتير قوي، قالت لي ابدا صعبان عليا، مش هين عليا اقلع الاسود ابدا. اه، ولما هو صعبان عليها قوي كده بتتجوز تاني ليه؟ يا اختي ابنك هو اللي فضل يتحنجل ويلح يلح لحد ما وافق. الف مبروك وبالرفاع والبنين. الف مبروك يا ست الكل. مبروك عليكي انا. احنا في حاله حداد. كتاب الأردحي ده حتى ما شربونا كوباية شربات. ده كان ناقص اجيب لهم امي تعدد لهم. عشان قلت لك قبل ما نخرج ما صدقتنيش. كنت عايز اروح عشان الاكل. الاكل اديك رحت كلت على قفاكي. ولما اختك حزنانه قوي كده وهتلبس اسود، كانت بتعمل فرحه وبتتجوز من اصله ليه؟ انت مالك بقى؟ هي راضيه وهو راضي. انت مالك بقى يا قطة؟ اقول لك حاجه يا خليل، الواد جوز اختك ده ما دام نخ كده اهو هقطع دراع الاثنين ان ما طلع داخل على طمع. داخل على طمع؟ قال يعني انتوا اللي مش طمعانين. فريد، انا كنت عايزه بكره ان شاء الله قبل ما نسافر نروح نزور ماجد الله يرحمه. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ معقول كده؟ مش معقول ليه بقى ان شاء الله؟ بقول لك ايه؟ الموضوع ده خلص خلاص، ومن النهارده تنسي كل حاجه كانت متعلقه بماجد. انت دلوقتي متجوزه ولازم تراعي مشاعري. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بقول اللي انت سامعاه، وكلامي ده لازم يتنفذ، انت فاهمه؟ اه، يعني الفتره اللي فاتت دي كلها كنت بتمثل عليا ان انت بتحبه. ايه دخل ده بجوازنا؟ هو احنا هنفرح ونتبسط ولا احنا هنقعد طول عمرنا حزنانين على المرحوم الله يرحمه؟ في زوج يقبل على نفسه كده؟ ده يبقى زوج رزق ده. انت غشاش غشاش، ولازم تطلعني دلوقتي حالا. انا اسف يا زوز يا حبيبتي، انا ما اقصدش ان انا ازعلك، انا بالعكس انا عايزك تفرحي. خلاص يا حبيبتي، بكره هنروح سوا المدافن ونقعد نعيط براحتنا. يلا ننام بقى. اوعى اوعى. ايه ده؟ النهارده ليله الدخله. زوز انت لسه زعلانه؟ فريد نام وسيبني. انا عايز انام، انا اصلي تعبان من كتر الرقص. اتفضل نام. حاضر. نمتي؟ ايوه نمت. طيب انا بطمن بس، في ايه؟
بيكي صح؟ لا انا بخاف من الضلمة. كنت ناقصك انت كمان جاي تتحنجل. انت بالذات بقى مش مرتاح لك، صاحبك راح رحت انت راكب مكانه، مش كده؟ اصبر على رزقك اصبر. انا مش فاهم انت ايه اللي مفرحك قوي كده، فرحان قوي يا اخويا، فرحان ما انت السبب، لولاك انت وفلوسك ما كانتش العيال الهافعه دي كلها طمعت. تعالوا لي بقى حبايبي كده، تعال انت تعال كده حبيبي. قفا انت بقى شبعت ضرب، تعال تعال انت. ها وانت هلا وانت هلا، انت عايز اهديها لك كده وشه. ها وانت هلا نعمل لكم ايه؟ اعمل لكم ايه يا اخواننا يا اخواننا؟ يلا بينا بقى. انت مستعجل ليه؟ خلينا شويه يا حنبات، هنا مش في طياره مستنيانا؟ معلش 10 دقايق كمان. 10 دقايق طياره هتفوت. يلا يا زهر. ايه الحكايه يعني يا فريد؟ المره دي شكلك مش متاثر خالص على ماجد. ايه اوام كده لحد نسيته؟ مش عارف انا الراجل ده هجستلك في حته اوتيل في شرم الشيخ تحفه على البحر على طول. انا قلت لك يا فريد مش لازم تتعب نفسك. مش لازم اتعب نفسي يعني ايه يا زوزو؟ مش انا جوزك، انا ده واجب عليا. مفيش فرق بيننا، انا عندي فيلا حلوه قوي في شرم الشيخ، كنت انا وماجد الله يرحمه عايزين نقضي فيها احلى ايام حياتنا، بس ما حصلش نصيب للاسف. ما حصلش نصيب للاسف؟ يرضيك حاجة كده؟ فريد نعم نعم. الفيلا دي أنا وماجد الله يرحمه كنا بنحلم نقضي أجمل أيام عمرنا فيها، ونقعد هنا في التراس نتفرج على البحر طول اليوم. أنت بتقولي إيه؟ أبوس إيدك ما تجيبيش سيرة المرحوم تاني رحمة بيه وبيا بقى. جرى إيه يا فريد؟ أنا وأنت اتجوزنا عشان إحنا الاتنين بنحب ماجد. إخس عليك يا حبيبي، لحقت تنسى؟ أنا آسف. مع السلامة يا حاج، إن شاء الله براءة بإذن الله. إن شاء الله، أمين يا رب. والله إسماعيل بيسعى تعمل لكم ليلة ما حصلتش ليكوا للسجن ده كله. لا يا حاج ولا ليلة ولا حاجة، المهم ما نشوفكش هنا تاني أبدا. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، إن قضية موكلي ما هي إلا قضية ملفقة الغرض منها زج موكلي بالسجن والانتقام منه، فموكلي رجل أعمال ناجح مشهود له بالسمعة الطيبة والأمانة، ولا يخلي الأمر من بعض المنافسين المتربصين به وبأعماله الذين دبروا له هذه الجريمة وهو بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لذلك ندفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان إذن النيابة، حيث أن صدر إذن النيابة بعد الضبط وليس قبله. كذلك ليس هناك دليل قاطع على أن المتهم هو مرتكب الجريمة، وكذلك لا توجد حالة تلبس، فالمتهم تم القبض عليه في مكان مغاير تماما لمكان الضبط. ولهذا كله سيد الرئيس، حضرات المستشارين، أقول نحن تعلمنا منكم أن الأحكام الجنائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين ولا تبنى على الفرض والتخمين. وفي نهاية مرافعتي أترك الحكم لهيئة المحكمة الموقرة، ونحن على ثقة ويقين في حكمها وقضائها العادل، وشكرا سيد الرئيس. تؤجل الجلسة ليوم 15 ابريل للنطق بالحكم. رفعت الجلسة. محكمة! انت
اطمن يا حاج، اطمن ان شاء الله باذن الله خير يا حاج. تؤبر قلبي والله الله رح يوقف معك. هالمره الجايه باذن الله براءه يا حاج. مش كانوا نطقوا بالحكم وخلصونا؟ اطمن يا حاج، انا شايف المحكمه متعاطفه معاك. يعني في امل ان شاء الله المره الجايه يحكموا بالبراءه؟ ان شاء الله يا حاج، انت هتعتبر نفسك دلوقتي كسبت نص الجوله. قولي يا اخويا مش ناقصك اي حاجه؟ ايه اللي بتقوليه ده فهيمه؟ ايه اللي ناقصني؟ ده انا ناقصني حاجات كتير قوي. تقبر قلبي شو ساوي لك؟ اعمل لك كبايه؟ اعمل لك حمام محشي؟ محدش يجيب لي سيره الاكل، شايفين نفسي مفتوحه قوي. تقلقش يا حاج، ان شاء الله بكره تخرج ونفسك تتفتح وتبقى عالي العالي. انا كل اللي يهمني في الموضوع ده منتصر ابني ابو اليسر، فرج ابو اليسر. فريد. يا حبيبي. كنت عايز اسالك سؤال عن ماجد الله يرحمه، عشان انت كنت اقرب واحد ليه. ماجد تاني يا زهره؟ فريد ده مجرد سؤال والله العظيم. اسالي. هو ماجد كان عنده صحاب كتير؟ امال يعني كان عايش بالراوي؟ ايوه كان عنده صحاب كتير. ستات؟ ستات ولا سبعات؟ ما اعرفش انا. ما تعرفش ولا انت مش عايز تقول لي؟ يا ستي والله ما اعرف. طب كان بيقول لك عني ايه؟ هو كان بيقول كل خير الحقيقة. كان بيحبني؟ ايوه كان بيحبك، امال يعني اتجوزك ليه؟ كان بيحبني قوي. هو انا مش عرفني يا زهرة، هو مين فينا اللي اتجوزه؟ اما انت عرفت منين ان هو كان بيحبني؟ كان بيقول لي. كان بيقول لك ايه؟ لانه كان بيحبك. من امتى؟ من ساعة ما عرفك في المستشفى. ما قالكش كان بيحب فيا ايه؟ ما كفاية بقى يا زهرة، في ايه؟ جايبك الجبل ومركبك جمل ومرقصك ومأكلك كفت، عامل لك ايه تاني؟ انا مش فاهم. ايه يا فريد في؟ انت زعلت مني ليه؟ لا انا ما زعلتش خالص، انا مبسوط، انا هفرقع من الانبساط. على فكره يا فريد انا ما كنتش عارف ان انت عصبي بالشكل ده. اديكي عرفتي، اتبطي بقى واسكتي ولا اقول لك؟ يلا نروح. يلا يبقى احسن. ما تجيش في الطيب نصيب انت.